أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. من هنا كانت البداية لعام كان من أسوأ الأعوام التي مرت بها مصر على مدار تاريخها. إنه العام الذي تولى فيه محمد مرسي حكم البلاد في الفترة من 2012 إلى 2013، فجرائم عديدة ارتكبتها جماعة الإخوان خلال فترة حكمها لمصر التي استمرت عام واحد، إلا أن عدد الجرائم التي ارتكبتها الجماعة ضد الشعب المصري خلال تلك الفترة كثيرة، على رأسها محاولات أخونة الدولة ومحاصرة الدستورية ومعركة القضاء، بجانب الأعلان الدستوري الذي جاءت فيه مواد تقنن الدكتاتورية. أخطاء كثيرة وقعت فيها الجماعة الإرهابية أثناء حكمهم لمصر كان من بينها الارتماء في أحضان الشيعة وأردوغان، وهو ما اتضح جليا في زيارة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد لمصر خلال عهد محمد مرسي، ولقائه بالرئيس المعزول بجانب قيادات بجماعة الإخوان، ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر، وهي الدعوة التي لاقت هجوما شديدا خوفا من تمدد الفكر الشيعي لمصر في عام 2014، هذا فضلا عن ميول الإخوان لرجب طيب أردوغان وتسليمه مفاتيح مصر، ومحاولة تشكيل حرس ثوري لحماية الإخوان على غرار الحرس الثوري الإيراني، إلا أن الفكرة فشلت في النهاية. وكانت الطمة الكبرى استضافة الجماعة ورئيسها محمد مرسي بشيوخ الإرهاب الذين تورطوا في قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر من عام 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإرهابية، هذا بالإضافة إلى إدارة مصر من خلال مكتب الإرشاد والتحالف مع قطر. الإيحاء بأن مصر فيها مشاكل ولن تحل. عام كان كل ما يشغل الجماعة الإرهابية فيه هو كرسي الرئاسة وأخوانة الدولة، لذلك لم تتمكن فيه الجماعة من تحقيق أي إنجازات، بل شهد عهدهم تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. دي العام الأسوأ في تاريخ مصر الاقتصادي منذ 80 عام. ليرث الرئيس عبد الفتاح السيسي إرثا ثقيلا استطاع عبوره بتطبيق عدة إصلاحات اقتصادية، ففي عهد الرئيس المعزول تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى أقل من 15 مليارات دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%، وارتفع معدل البطالة إلى 13.6% مقارنة ب 8.9% في عام 2010. فتسلمت الجماعة مصر وديونها الخارجية 34.4 مليارات دولار، فاقترض من قطر 7 مليارات دولار، واقترض من ليبيا ملياري دولار، ومن تركيا مليار دولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامية، بما يعني أن المعزول أضاف 11 مليار دولار للديون الخارجية لتصبح 45.4 مليارات دولار. وارتفع الدين العام في عهد نظام جماعة الإخوان إلى 1553 مليار 94 مليار دولار في العام المالي 2012-2013، بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عهد إدارة الإخوان أصبحت مصر طاردة للاستثمارات العربية والأجنبية، حيث انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى ملياري دولار، ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار بعد أن كانت 13.0 مليار دولار خلال عام 2009. يسقط يسقط حكم المرشح. هذا فضلا عن أزمة انقطاع الكهرباء فحدث ولا حرج، التي كانت أهم ما يميز الفوضى في عهد مرسي، والتي تحولت في عهد الرئيس السيسي من دولة عانت انقطاعات متكررة في الكهرباء بشكل يومي لساعات طويلة في اليوم الواحد إلى تحقيق فائض فوق نحو 25,000 ميجا وات. ومن الناحية الأمنية فقد تحولت سيناء في عهد الرئيس المعزول إلى بؤر إرهابية، واستغلت جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حماس الفوضى لعبور الحدود واقتحام السجون وتنفيذ عمليات بالداخل. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر،
بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخه وهيبقى في تفجير بالريموت كنترول، وانتوا اقل من ذلك بكثير. أما في عهد الرئيس السيسي ومنذ ذلك القسم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. نجحت الدولة المصرية في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية ليشكلوا مع السلطة القضائية بنيانا مرصوصا واستقرارا سياسيا يترسخ يوما بعد يوم، فضلا عما تحقق من مشروعات قومية عملاقة يشهد لها القاصي والداني من القضاء على العشوائيات ومشروع المليون ونصف فدان ومشروع المليون وحدة سكنية وإنشاء مدن جديدة وإصلاح المنظومة الاقتصادية وإصلاح منظومة الطرق والكباري وتطوير التعليم والقطاع الصحي وأحياء قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها من الإنجازات. إسراء سعد، آخر النهار.